القاد وأبرز الرياضيين والإعلاميين في الساحة الرياضية الإعلامية. دائما قبل ما أعرف وأرحب أيضا بضيفي العزيزين في هذه الحلقة، اسمحوا لي أستعرض معكم أبرز العناوين في صحافتنا الرياضية. من صحيفة الاقتصادية، الهلال يعده رمزه ويعين ريج كامف مدربا بديلا له، إزاحة سامي ما بين مستبشر ومتذمر ومتندر. من صحيفة الرياضي، ريج كامف ذهابه للهلال ليس مؤكدا، فجر قنبلة مدوية أمس وينتظر مصير رسالة الرئيس السرية. في صحيفة الحياة، الفتح ينهي علاقته بالجبال. ومن صحيفة الشرق الأوسط، رعاية الشباب تمنح الاتحاديين الضوء الأخضر للتعاقدات الأجنبية، الأمير نواف بن فيصل قد يضطر لتكليف أعضاء جدد في إدارة البلوي. ومن صحيفة الوطن، متأخرات 70 مليون تثقل كاهل النصر، رواتب اللاعبين تتأخر 7 أشهر ورواتب غير المتفرغين 20 شهرا. في صحيفة النادي، الملكي خلص مع جوستافو إميليك، الإكوادوري يعلن انتقال مدربه للأهلي. في صحيفة الجزيرة، مجلس إدارة الأهلي يعين لجنة للبت في القرارات المستعجلة. أخيرا من صحيفة الرياض، عزز الفئات السنية بـ3 مدربين مصريين، البلطان يصفي الأمور المالية استعدادا للرحيل. إذن كانت هذه عناوين من خلال صحافتنا الرياضية المحلية. اسمحوا لي أستعرض معكم ضيوفي المميزين في هذه الحلقة. أبدأ بالناقد والإعلامي الرياضي الأستاذ أحمد الشمراني. مساك الله بالخير أبو محمد، سعيد اليوم بوجودك معي. مساك الله بالخير عبد الرحمن، وأنا أذكر السعادة، وتحياتي أيضا للزميل طارق التويجري. أيضا ضيفي الآخر وهو الناقد والإعلامي الرياضي المهندس طارق التويجري، مساك الله بالخير أبو صالح، حياك الله معي اليوم. مساء الخير عبد الرحمن، مساء الخير أستاذنا أحمد الشمراني، مساء الخير مستمعات ومستمعي الكرام. تسمحوا لي أستاذ أحمد ومهندس طارق أبدأ معكم في مداولة أخبارنا من صحافتنا الرياضية. All news. All news. خليني ببدأ معك أستاذ أحمد، يمكن الخبر الأكثر حراك والأكثر تداول على مستوى نادي الهلال وعلى مستوى مواقع التواصل الاجتماعي وعلى المستوى الرياضي بالتأكيد، هو موضوع سامي الجابر وإقالة الكابتن سامي الجابر من رأس الهرم الفني في نادي الهلال، اللي صاحب الكثير من ردود الفعل سواء على مستوى المدرج الأزرق أو حتى على مستوى الإدارة في حديث الأمير عبد الرحمن بن مساعد أمس لبرنامج كورة، أيضا التغريدات اللي حملها الكابتن سامي الجابر في حسابه في تويتر. أيضا اليوم كان في حديث للأمير بندر محمد عضو أو رئيس هيئة أعضاء شرف نادي الهلال فيما يخص أيضا بعض ردود الفعل اللي صاحبت هذا القرار. تعليقك أنت أبو محمد. هو لا شك انه طبعا من القرارات المتوقعه، وعندما اقول من القرارات المتوقعه فانا اتحدث عن مدرب ونادي، يعني ما اتحدث عن سامي الجابر